أي سميس مسلم نوشت نميري صفو مرحبا سجوم غلط نوبا ألسانغ أش تشلت أو نحصة نخسو من السبها أقيمينهم أما نشتاكي متريحهم تفرج من حصة نخسو من السبها أقيمينهم سيك تجريب تبها سيك تنفس تبها سيكن سيكنونيجي وان دياوي التجريب تسان دياوي يغلب نتطفي وان دي تشري لان أو نفادن تم دورت نوم قاع وغدا فغ دي شجع الشباب نغ أسنيوش يبريد نغاد نشحن يبريد نغادي جور نديسن نتاويتي دغلاون الحصة تاني يجيو نغاسو ضيف نغاسو يجيو يغلب نيتشرا إلا نسيسن التفوسي الشباب دي مكراس دي تلام دا باش كاد عزمنا تكون اللي ما نسن سو منين خصنا نبي سيسي كتطفي نستفاد سيس دياون تقيميت أو يسند مانا وان يجيو ألسان غسوس وندو عزام أن نبي سيسن تطفي ألسان غسي غرما دت غرما أن بيسيسن أزل ألسان غسي تمورا دي موشاني تزويد أن بيسيسن تيفوت ألاس يسلمد ألاس يسيفا ويبريدن تنوبا ألسان غ تاورت ترزم فولاس في زمولن إذا غايت ما نست ما نرحب سيس من هما نرحب سوني جيو نغسو أين الأستاذ يحيى بالحاج صالح بوراس أستاذ سمانيا بتغد عرف بتغد جغت لكن في كشافات لكن في تعليم اللغات تسعزم كاع المجالات النشاط الجمعوي دي تشراي أستاذ يحيى مرحبا سج بك وهلا وقسم باش حفظ صح كتر خيرك ربي يحفظك حفظي شتشني نيتا تغيضا نغسل خاطر توسيدا نغديا ونتقيميت منشيني غابدا الحقيقة الشباب النغ دي مكرس النغ نخس تندنر ديك القوة إيجابية كاع منش غاد عاد نخس تنكون تنزغ الستاد عزمنا تخدمنا هادي جورنا تسافرنا تكونني ما نسن سوا مني كل ما دافخ حد يعني جوري كتشلي توحديت ربادي قبل غفسي جو كل مجهودك تجربة لابد أن استفاد السيس لمجاله اكيد يحيى بوراس ايتي قال الكشافه ايتي قال الجمعيات يغلبني مشان رفضي قبل صنغ من تواضعك وتواضعي كاع الضيافي تاوي غد المشايخ النغ والغيس نسيون في الحياه نسن ولا من لاش ولكن وني دي قل مبدا انه اني تسقد عم نختار ونغي بزان وسيله تشردلوني تدي بي هذه بيس المسير تنوسي سبقت ياك بتي يعزمني يعزمنا ويتكون كذا سوا من يبدا لو دان السن السريحية دمانايو من مثل الأولاد ماني يعني تتشرد إلى غير ذلك تفضل حمود بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكر غاي وقاسم سوا الاستضافة ما شفت الحق بابس عمري ويعني واللي حاول هذه السيول سيمالس تحوس هذيك ان شاء الله حقتي لان لمس من التربيه الاخلاق نغ الحمد لله كاع ربي باش يحفظ دونك يحيى بوراس يواتهم يحيى بوراس صغر من تيزجن الله يبارك من مواليد 1863 الله يبارك اب لثلاث اولاد بطني يحفظ ان شاء الله وابن الحاج صالح بوراس بن محمد الله يبارك وبن الحاج مريمه الله يبارك تنشئة تشمشين قاعد تشردت عزم ديني ملاح عزم غير من نتيجة أيوة. دونك بديع المدرسة القرآنية الجابرية جابرية جالس عزم القرآن أيه؟ يعني تقي من يعني المعلمين تنفكر غمار والله يبارك يعني عدة سنوات الله يبارك أتفكر دي قاسم زرقون ربا ترحم ربا ترحم أول يعني الأستاذ اللي يسلم ديوان رب العالمين القرآن الحق ديك الحجان يسنش القران لاول مره ولتويتي طبعا اكيد كمل يغلب المعلمين الدينيه يعني في المدرسه الجابريه سعزم لي داد اسماعيل داد محمد الشري داد باكير ما شاء الله يعني هدا ماشي تقارم الى سمدني للقران بسم الله معايا الفيق يعني لان يتعلق بالشريعه ايوه ثم عزمغ الابتدائيه الشيخ ابي اسحاق
اتيزجن من الحالة الابتدائية، ومن بعد السنين زوغ المعهد عمي سعيد كنغديس المرحلة المتوسطة الثانوية عزم ختن معهد عمي سعيد تغرديت من خريج معهد عمي سعيد. سعيد الله يبارك يعطيك الصحة. هاي لمرحلته تعزم ديس تكون الديس مليح بتد الملامح من البعض الأساتذة، لأن جين دلتر شخصيتك أستاذ يحيى، جين دلتر شخصيتك الجهة مثلا التواضع، نغ الجهة الصرام تنوس عزام، نغ الجهة يعني إلى غير ذلك، نغ الاهتمام الشباب الحق يعني يعني أنا ذا يعني أتلاحظ يعني ستوابس يعني يعزم تغن السورة مثلا نبديغ يعني الأماشين المدرسة القرآنية تغني قلميدين حقيقة فعلا ضحان أربا ذي قبل أفسن يعني ويتهمات دريال يتهمات ذاكو الأجيال بارك الله هدوني الصح يكمل أني لأن يعني أشكو وندي زدام زوار يعني عند الدين يعني عند أول رب العالمين عند القرآن الكريم ثم أني لن يتعلق بالشريعة دونك النقط في السنت عندني لن يهتم يعني بالأخلاق هذه تقريب يعني دي شراي لان تحاولت نقرصن يعني اعزام يعني ستعد تعزمت في المدارس القرانيه غرنا غاغلا دي قشاي يعني مهم جدا يغلب مدا ممكن يعني وسي ساعد الحظ الى دي عزمه ولنا او المدارس نشا سيني واسي عزم دي سنت يعني صح عليه هذه بروفيتا قد ونادي الجم واسي انشتين يعني قدعيا دونك الى يندم يعني وكان يوفي يبي وجار صح واسي الى دي سيمارا سيانت الفورس تي فاسنش حاول تبيد القدونات الجمد خاطر يمارو تلكيد في مرحله وانت تستوعب كل شيء بصح زاد تو ديك الوقت قيمه قرضي هي كون صغامون كي كبي وجار صح تحيه خاصه كاع يا والمعلمين يسعز من كاع ماشي لان الفضل ماشي لنا يا رب العالمين سبحانه وتعالى ثم الى الوالدين وكيلا نتن رباني كوني بد معايا ثم الى كل معلم يساهم باش كادي يكون شخصيتك يبها باش يحفظ اول راي عيبها تلخص الديس كلش خص الديس كلش بصح خاطر شميل الحديث سوال تبغ الكلمه المفتاحيه ماشي قال لو مو كلي نيد التضحيه لعل البركه الا تجي تربي دي المشايخ نغلساتي نغلا نستعز من ستشر ندي قلجي ما شاء الله السر لعل تضحيتني سعزم سولنس نتربى انا متى طروانسن لعل نتوني دا السر ماشي قرن ايوا بعد عمي سعيد تزويد الى مجالات الحياه بعد خدمة عمي سعيد يعني إيه؟ ملاح بعد عمي سعيد دونك باباك تاجر اتيزن إيه؟ دونك يطغيا في الغربة يخدم يا يعني شحال يموشن في الغربة قال ما عندنا سوق هراس عنابة ثم يستقر أغلان تقريبا 32 عام انت أغلان تيزن غير ساحنوت دونك سيتو غدا بزان تو بات الشعزم كان مع ساحنوت مليح حقيقة حتى يعني يعني تيحونا ديك المدرسة تربى تغلب سماد تغلب تو تعاونت انا ديك تبر بالعالمين عاد معس خدمه معس في التجاره دا خدام ما انتيش كاع سان تقريبا بالتقريب يا ودي السبعينات الثمانينات مني السبعينات السبعينات شتي مي تقدي المعهد معهد قدر المعهد عام 82 هذا الاسم اندم يعني تقريبا في الثمانينات بعد المعهد زوغ الخدمه الوطنيه الله يبارك خدمه العامين الخدمه الوطنيه ثم ماشي شنا قيمة خدمة معاس في التجارة بدا معاس خدام ثم هي رباط يحفظ ديك الحاجة يعني يرقب بعيد يسيت في معاس شريك قيمة خدمة معاس شريك بون 32 عام انت تيزن خدمة معاس تقريبا حوالي 8 سنوات يخدم معاس في التجارة ثم ديما الشيء الحقيقي الميوليكو في التجارة مليح انت ما نسيتو يقاري قنشرا يقاري تمني غمي تعز ديك الاستاذ ديك المعلم ديما يقاري يموني اي وين داول بابك الباطل دي يرحم ديما يقاري يموني ديما تخدمي تبجناك ديما تخدمي تبجناك شتي حياه وتوجد التجارة سي فري معليش ممكن مرحله بلاد ما يقد عصيص لابد يخدم لابد يسترزق كذا بصح ديما تخمى غادي قنشرا يعني لان هاد حس توجدك رساله لو هي رساله التربيه انتوني وتفا في الكشافه عام 86 في الكشافه وتفا كمساعد قائد تعاون مع القائد دونك ديما بس الحياه كلها اخذ وعطاء صح
كنت المرحلة اللي كيتلمدد ومن بعد كنت المرحلة تاع الترهيد يتسلم هذا. تحية خاصة للقضاء يتغن بدن معايا كوني رباطني حفظ والغصاد تكر غي سملع وتتغني سملع قل حد سيسن. تحية لجميع القضاء المخلصين إلى نضحان باش كتكون الأجيال. معليش حماك كنت تجي تحية كشفية. تحية كشفية حماك. تحية كشفية لجميع القضاء إلى رباني كوني بدن معايا كوني شخصيتي رباطني حفظ إن شاء الله. برجي حفظ. بتخسر ديني أضخ أخلاف بعد التجارة زيد خلي سول في المرحلة الكشافة إيه مرحلة الكشافة إيه بعد دولة قائد اسمحي كشافة تجور يعني أم بارالل فعلا يعني ديس نشاط نغمي هنا نغحرفة لك الديس ولكن بالموازاة ديس توني إيه هل ترقب ضروري حد الحياة خاصة تنتوت نخاصة المجتمع النغليني توبنا في التضحية حد قاعد يعد يخدم يقول خدم لابد أسيج يكتنمير تنخدم المجتمع كشافان نغد كده أجروا منفعة يعني منه ودي استفاد انت منه ودي فاتح الضوء دي دونك أخصادينا قنشرا ودي دن يعني بعد وخدام يبها تخمد من الصدع الوخصج يبها ليح دونك نغد الفارغ يعني الفارغ ني من الصدع خطر طبيعة لا تقبل الفارغ صح دونك يبها نشر الفارغ ناس أني لن يعود بالمنفعة أنا ديود المنفعة تنشنين يبها دونك ديما الحق يعني ولازم بعضنا نمدي تشالوك الحق تغنت الحالة في الكشافة قراص بدات الكشافة تغسى بدات الكشافة وقتني يعني بدايني قاع لحن غيفي يا وديات فترق بد يعني ديك ان شاء الله نبهات كذا كذا الحمد لله ربطني حفظ شجعني وتفك الشفا حقيقة بدات السيولة الكشافة يعني ديك المجال اللي ندزعو كيغلب الكشفية تتعاش ولا توصف قد وين قام خرج ولا توصف لقد وين قام حكي غير الكشافه وماشي التعاشد اتسند الكشافه تبعتها يعطيك الصحه دونك شراوي دي ظن سدات في ديك حركه جمعويه ديما دي تكون هذه سيكن تكوين وخاصه من خلال الدورات التكوينيه رني انت السي بنادم يغلب في تكوين الشخصيه صح وديك الشيء اللي المهم يغلب وفي عيد الدورات التكوينيه الحقيقيه ساعدنتي عاونتي يغلب من خلال مشاركتك ديسنت في الكشاف. ما شاء الله يبارك يعطيك الصحة. أدي تقديم الحياة الدور الحياة المهنية اللي تقنا 10 مع 10 ما شاء الله ربنا مني راح. الحياة المهنية خدمة يغلب أن نيد وخدم بلا خدمة مسير وكالة النقل. نقل أيوة. وكالة النقل. إيه. خدمة اللي معي مسير فندق. إيه الله يبارك. إسماعيل السياحة. إيه تقريب المجال السياحي. من التجارة إلى النقل إلى السياحة أيوة. تقريبا يغلب الخدمات يدل سجن شراء يدل الحق يعني ممكن يتين ميمي تضيع الوقت يغلب عشان تقريبا كل المجال تتفدي زي كل المدرسة أتبي السيس يعني أتسفد السيس ورقة لك يخسر يعني صرب العالمين يعني بدأت تخسر دي قنشرة ديني عند الوقت ريك وقت عند الوقت برك هذا ما كان يعني زغطو في ذلك انتك تخسر انت ذات بصح في النهاية تسقر دي قنشرة تخسر تسقر دي قنشرة يبها وأحيانا الاستقرار مش يصيغ حد يقضع في قتل المرحلة نتشور دوضة ماشي قارن فعلا فعلا سبحان الله من بعد التوضة اني شكتب ربيني تلك اذا ممكن تملت فعلا رباش احفظ دونك من ما مجنا سوا المراحل النقل السياحة زويغ إلى مرحلة التعليم تقريبا ودغا ولينا باباك سبحان الله بعد بعد عدة سنوات عدة سنوات الحمد لله وفيه قلت بون ما مسيوت فك الشافة وفيه حتى القائد الكشفي المعلم نهض الأستاذ رقب غرسن تقريبا قلت المهم تقريبا ديكت إيه. عند باتا هي تكوين الأجيال تكوين والتربية كل تكوين والتربية فوالا دونك ديما يربطني كنشرا التضحيه. يبها. فوالا دونك حسب سي سيكن الاطمئنان سي حس الحياه كلها اخذ وعطاء سي حس تقدم المنفعه للغير وخاصه بدو مع لا جوناس يعني يسلم الميدان تحول راسن تسلم دوت كذا تحس سي سيكن الاطمئنان ديك الاريحيه. سبحان الله. الحمد لله. ثم سي زويغ الى مسير مدرسه خاصه حاليا. اي. دونك حس غيمانوك سكت الاريحيه التجار. هايل. خاطر خاصة في اللغات دخل مدرسة خاصة مدرسة خاصة في تعليم اللغات رباش يحفظ الله يسلمك دونك حسي غيمارو باللي ربط تصنيف السيون ايه التربية والتعليم مع بعضهم دونك الحق يعني خاطر كاع نتميز مع تميزد وماشي تميز الوالدين خاطر ربنا شن اثنين لا ركبناش يحفظ جا وحدي الا يسن ممكن من خلال ان داك يتجد لا يركب مثلا توجه شمال لا يزوا صح دونك ممكن نصيحة تقدمها
القدوانين عاد نتسلى ياسين الوالد ديالنا خاصني نسلى وحدي خاطر الوالد نسلى يتاس العفويت يتاس بعد النظر يتاس ميز يتاس خمم يتاس تجربة اللي سيغ من الشرع صح عاود نصيحته خصاديني باللي القدوانين سنسلى الوالد ديالنا خاصني لي غلب نحاول نسن لي غلب سواء عند بابا ما سواء عند ماما خاطر الوالد نسن يتاس زمن يتساوى العفويت وبركه يتساوى سيك تجربه سيكن 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 شراي سقد عطن اللي تلاحظ انه بزاف انه بزاف توجه سلمان لا يزوا دوك هو مثلا العفويت شنو باش مثلا نتمنى واش تكون كذا ديما لا يلاحظ شي قنشرة يسرى سيكن القائد مثالي سادي عاد يتكون دوك لا يرقب بين الاجيال اللي مثلا ماشي سادي يكون القائد خاطر ولا يمكن كاع نكون قادة دوك لابد هذه يكون يكون ليدر دوك يعني من بين ميدن الملاحظين يرقب القائد المخلص عند الوالدين سواء عند بابا او سواء عند ماما ربي يشفي حفظ يعني والله تو تيك نصيحه غاليه جدا خاطر كاع ما نشغل عاد غيرنا قلت القدوه دونيتو بعد القدوه نغين دراسو صلى الله عليه وسلم عند الوالدين اكيد اكيد ديوال نغشتنو شني مارو ديما نتسلات نسل الوالدين مع كل حال روح دور كاع العالم ماناش يسال ربي دور كاع قفز لي عزم فهم كاع الدور اتفت باللي كل النصائح داشتيش الوالدين هي قواعد ذهبيه للحياه صح صح لجي سي النقاش استغرب دا السوا الشاب بعد 20 عام 30 عام اكيد بالفعل اول كانوا فيه الشباب وسيله يتسلى التبيم تستجم غير في سن الخطوط تحفظهم دا وحدي حرف حرف خاطي كلمه كلمه خاطر اللي يسمى حتى يقر استاذ يحيى رباضي رحم باباتش ان شاء الله يحفظك امين يحفظك رحم كاع المسلمين ان شاء الله بارك الله فيك استاذ يحيى نكمل المسار الكشافه درجت في الكشافه اماره لكن رئيس المقاطعه نظن حاليا رئيس المقاطعه المقاطعه الكشافه نتيجه نتيجه الله يبارك رباش يوفق ان شاء الله هو مهم هذيك المهمه تبيت عن جداره خاطر تسير الشباب كذا المجال مهم جدا دولة بسي الجار الدواب ماشي قار نذكر بلي توغاش السيجورة دي قل الفندق معناها هو الماني يعني تهتم بالسياحة ملاح أيوة بتدسير للسياحة السياحة يا أستاذ يحيى سبحان الله يعني تزود قل المجال تخدم بسي الفلاح الدخ كذلك خدمة الفلاح من المي الفلاح تقريبا يعني الفلاح حتى خاطر يعني لكن السندغلان ايه؟ غير وقت الفراغ غير نغازام غير الشاحنوت غير الغابت يبها اي غير ساكريا لابد ساكري ثلاثه بالسنويه اسم اللعيب مارو بالتحدي اللي خدم الغابت يعني يعني والقرب اللي اضيع الوقت يقول ضيع الوقت الشيء غير الشرب العالمين ما تعمر دين الفراغ صح المهم تدخلت الديفولي فوالا طبعا دونك المنتزه يرقب وقت نيشين عند الغابت وقت يعني بعدو عزام بعدو خدم تحنوت دونك ماني نتنزه عند الغابت غنزور نخدم الغابت نديفولا غنعوم انا اللي تا الزيت نرى البالون سبحان الله عند المنتزه وقت المنتزه يعطيك الصحه يعطيك الصحه ربي قبل غرش مسح تقريبا ما جاش نغلف لا احتمار ويلزم تعديك الثقافه توتف توت في التربيه يا توت في المجالات نربى نتروان يعني يلزم هذه التراب ادخ في الغابت خاطر البيئه الا تشرندي ساتي غرسان الصحراء نزور كل مناطق الجزائر يعني نزور تيزي وزو مثلا واللي يمكن حدا شي نشوف تنجم غادي نخدم هذا اللي خشرت غادي نقي الزيتون غادي تحرط خشران غادي ناتق يعني كل منطق تلزم لي هذا الانسان مرتبط بالارض لابد ايوه تزودوا لي غل سؤالي كما رو تجاره غل فلاحتها تزود غل السياحه تبت تسير الاهتمام بالسياحه استاذ يحيى الاهتمام بالسياحه نشي لكان غير منطقه الى منطقه سياحيه ايوه دونك التوافد السياحي تونتسند وقتني وهاني مار تغجار يعني حقيقه يقول الغاشي تونتس يعني التغريات يصندر بالعالمين ومن بعد رقب نشي كاع الدوار رب العالمين تسمي خير لابد منه مليح خير لابد منه تعكس ما قلت قد قد ايوه دونك اي قرشه شان تضرب عامين يد الخير يمارو نشنين انس كيف تنسغل بدنا نقصد نرتد الخير نقصد نرتد لا قدر الله العكس دوك رقب غاون الخير ولا ويا نضرب العالمين نشني مارو كيف نوجه كيف نأطر كيف نزجور يدوك الغرنا خاطر بدا ونكون ميدنا غير الاصاله والمعاصره دونك اوتوماتيكمون الاثنين وتي فيما نسنش وتي فيما نس صح دونك تقريبا عند الباب ولا يجي لكن غادخذ بصي المجال السياحه
حتى قبل الحقيقي تغير بسيك مثلا تغ منخرط دار الشباب تغرديت أيوة. بكري أيه؟ تغرق بغلديني مثلا الوفود تغن تسنت السياح تغن تسنت غلديني الشباب من كل صح. اقطار العالم تغن تسنت غلديني دونك رقب يعني ماشي تنيد بات وتنسحوس النشنين ونبد مع النشنين نوجه النشنين دونك اسم هذيك المجال اللي انا ذيك فارق بالفعل حتى التاريخ المنطقة يعني يبهاتنو شنو سيساو النار شكون سنيتو وش قلت التاريخ غلط نغ معلومات غلطه نغ مزيفه نغ لاش يلزم تنمير تتمشيش يعطيك الصحه يما خاطر نسوحني تسمح هاد الخطره والمهم داني نسوحني اني غتشمرنا دا وين تنقل ايموشان بلا نغ دارين نغ نسيو للقنوات نغ في وسائل اخرى يعني عاد اني غاد سلنا بين من المعلومات سمني الاصل الطفل ماشي تني نفتو نغلفرغ يعني زعما تنفتوش انت فاس ربا شحفه دونك والمجال الى تقريبا يلزي يوفغ يبها خلط يغلب ميدان كذا كذا يجو راه قال المسار ديني دونك نغيب هاد التجديد كنشرا في المجال يكمل كذلك منخرط الديوان المحلي للسياحه ممتاز ثم تغغ نائب رئيس الديوان المحلي للسياحة إلى تقريبا وفي ديك الرسالة يعني حقيقة ديك الرسالة زمان تنودا زمان بد زمان كوتر ربما قبل كاع سوسيالي تعافر في كل ميادين إن شاء الله هل ثمرة الأفكار كي تقارن السياح تجي التجربة على كل حال أموني يعني ماشي قارن تدار إلا نستقبل السياح تجي المبادئ يعني تدي تشرى نظام نشمدنا تلتزم النظام نيت كذا السياح تنظف خاطي توسخ لا جيس وفوق وبري لا جيس كذا هل ثمرت وجنيتت هل وشين دميد نستفاد وشين انطباعاتي وحدين فوغلاني عجبتني الحال كذا سو صغار يعني لا فعلا فعلا يعني حقيقة ستسود السياح ديك المجال ندزع له كيغلب نعم ديك المجال ندزع له دي سعيدة انواع ايه نشي تقريب تعجبي كتل فكرة في السياحة قرن السياحة المسؤولة ايوا التوريزم ريسبونسابل توني رقبت ديك نشي لان مهمة جدا الى نقلت تعمم يعني في المعمورة حقيقة كاع مدينة السفان وضحها نختم السياحة تسمنا السياحة المسؤولة السياحة المسؤولة انت بتاع سدي صغرش مثلا ضدي بغوش مثلا تحترم التقاليد تشد العادات تشغني تتد دري حمالي تري احد كل هذا وهو مثلا درغم يعني يعني ما بك تجرب تجربه بركه بتي قشه وشي عجب مثلا لك ذلك بصح حاليا مهم جدا الى كاش احترم مثلا سدي صالي قن اللي قن سم مثلا ركبه غير سن التقاليد نسن العادات نسن احترموها والقرغ من جناموني ميمين وموني من وكذا تصور دا كانت تطبقتوني يعني قاع يعني وسيله تعمل في السياحه تطبقتوني حقيقه عندي قناه سي قشه يحترم وتبادل اش احترم غادي تحترم اكيد سد صغر شاد باغي يعني يغلب الفوائد اكيد سد صغر تبين عده فوائد توني ركبت يعني مهمه جدا من خلال احتكاككم يعني مع السياح حدوسا زورا ديس الله يبارك ما شاء الله ديسواسي من خارج الوطن ديسواسي من داخل الوطن يعني حقيقه اتفريكونت دي غلب ميدا ماشي شنو غي يدق لنا شنين بات هاد لا ماتير بريمير الا كان غنخدم نوجد عنده الصح هذا المهم جدا مهم جدا دوك ركب غي بات خصنا ننجح يزم الكوتر بعضنا بعض يزم قناه لو ترافاي كوليكتيف يزم نخدم مع بعض نوجد مع بعض لا ماتير بريمير باش كنصدر الى ماتير بريمير مع بعض باش كنحصد النتائج مع بعض هل اغلان تغدي تلا يقن يعني تيشتو شو ازل شو الاهتمام السياح تما شي يلزم يعني تقييم اموني سريعي الوضع مفهومون السياح تغلان من حيث المرافق من حيث مثلا الجمعيات تشرايو هل حتى قبل كان في المستوى يعني نقصدي غير خصدي اخر دونك هادي اولا تحيه خالصه يواسي كاع لي التعافر مجالو اول مجالو انسيو الصراحه هادي غزي خاطر بنادم القدوان يخدم يبهبل مزعه تخدم اي مشروع حسين ماشي كتقدم الزغ 1% قعد اسمي نادرني الواحد واحد واحد باش كتنصاو 100% يعني اي مشروع تجيت والقرب اللي خلاص الى مشروع كامل الى ناجح الى كذا دونك نصيحتي لك غادي شغي مالك وشاد كاع يتواتيك يبان كو تربعنا بعض كاع يعني سواء في المجال السياحي في مجال التربوي في مجال يعني كاع المجالات يبها ان كوتر انسلم ديما نوبل النجاح يتس لو ترافاي كوليكتيف ان نجرو بعضنا بعض كل حد الى غرس بالتانيوش كل حد الى غرس بالتاديرني ان شاء الله بهذه الطريقه برب العالمين غادي يكون النجاح
النقطة الثانية أقصد يعني ديك المجال اللي الحقيقية فاس ديك المجال اللي زيغ فارغ ديك المجال اللي وسع ديك المجال اللي جديد إن شاء الله يعني أني اللي يرقب بوادر الخير إلى أنت إن شاء الله وسنتد يعني يستنغر رب العالمين دونك يبهز نوجد يسوف لقيل التحمى يبا هل خصديني قبل اللي ترقب دي مارو الوقت ولا كان غديس شتي سياحة يعني تجربتي تخوض نغيتي جورديس تغي قلت الوقت إلى نجيس دي الانفتاح في العالم لجيس لا تكنولوجي لجيس الفيسبوك لجيس وسائل التواصل الاجتماعي لجيس الانترنت يعني في وقت ما بس همارو مع الانفتاحه مع تيويرا كاع رزمنت الحدود لاش معناه يا شتت خدمة السياحة شتت تخدم تحد بلا سيسمتش ممكن شي يستفزدنا غاشي يستفزد الصورتش هلا كي ترقب ديك الضرور تيمار وجرني قلت الوقت بلا الاهتمام سياحة اغلان اكيد اكيد دونك صدينا كاع المجالات خاطر يمارو الوقت الا كان غديس بالنسبه لي الوقت تنشرديس نشين تختلف يغلب مليح او الوسائل الاعلاميه اللي متوفره يمارو وكذا كذا ماشي تنيد شقاوي غوالت باتا وسنجي الاهتمام نشين يومي تشرايو يمارو اكيد حد ولاد نولي تشاورانا حد ولاد يخدم اللي يرزم لاباج لاباج فيسبوك اللي يخدم ماشي يخص اللي يتسوق المنتوج المنتوج ربع شحال ربع شحال دونك رقبه ديك ديك تحتميت رقبه يعني تتوافر ضغفنا الا كان غنبي بسيون بجديه صح بارك الله فيك يبها ديك الصحه استاذ يحيى يعني يبها السياحة تزويد ماشي تنيد غل اللغات ها تزويد غل اللغات كيف كيف ماشي السؤال نفس السؤال يعني ماشي تفكر ماشي تفقد السياح تفكر انك تزويد غل اللغات معليش التربيه التعليم ماشي تنيد بابا شغل يتمنى شي يرقب باللي المجال دا وحدي كمبدا مفهوم بصح بالضبط تزويد اللغات استعزم لي لونغ مهامي بالضبط اهمي بالضبط إيه. دونك قضيه اللغات ممكن ديك ديكليك وصراج ديك كذا ديك المناسبه الحقيقيه من خلال احتكاكك مع الاجانب تحت ولا ظن نعم وفي القوه يتميتريزا عده لغات ممتاز وغير سنه اثنين ثلاثه ممتاز يبها قد يتميتريز يعني عده لغات يغلب اللغات ديك الشيء يبها شي عاون يغلب خاطر هي وسيله الاتصال مهم دونك ساعه تصور معي قال حد يفهمي فهمت يرني يغلب صح. وين ديك النقطة؟ النقطة الثانية رقب الضعف اللي غير ناشطين في الجنوب عامة خاصة ناحية اللغات. النقطة ولا ربما في ثلاثة رقب الطالب يمارس صديق الجامعات تسن الطلبة صدقني دكاترة من الجامعة هادي شنو نجي تكوين في اللغات. اتين دكتور في الجامعة اتين طالب في الجامعة اداود البحث وخاصة مثلا المراجع مثلا باللغات الأجنبية. نعم. دونك هذا في مانس يضعف الى يحتاج الى لغات تقريبا عند النقاط الى جي انت نخمم نشتي وسيله معايا الى كان غنرزم مدرسه يسلم اللغات الله يبارك ما شاء الله يعطيك الصحه اني لان مهم وجار المجال تهتمي بسبور خصي بزان الشباب هذين عموما هامي خاطر يعني وسين غاشطرح هذا السؤال غاتوش غدا يعني هامي تهتمي بسبور خصي بزان يعني اللغات باتا تبدي ماس سي مزي يعني وتجي قال غير مانشيتني ديز عليك تبدي ماس سي مزي دونك اول مجال اللغات نرزمت كاع يمدن تيزيو تيوطفلي وبزان يزعلوك كاع وداسن مرحبا سيس يعني كاع وناتو يتوارزم كاع يمدن باش كتلمدن نجو عدة لغات يعني وغير توغامان تانجليزية تلمانيت الإسبانية التركية كاع باسم اللغات لكن إن شاء الله نسعى جاهدين لكن نكمل لغات تنتين وخاصة مثلا اللغة الصينية لأن يغلب مثلا نمارون طلبنا طروانا تكمل نعزم دينات اقتصاديين مثلا يسيرتو مثلا ديك تمن في عتاز على كثر قبغت سادي عاد الطالب يجو التكوين داني مثلا على الاقل برومي نيفو دوزيام نيفو مثلا في اي لغه مثلا يزوي يكمل مثلا عزام خارج الوطن مثلا نيني مثلا في تركيا مثلا ازو غادي مثلا تلم اللغه التركيه لمت اللغه التركيه دار برومي نيفو دوزيام نيفو ازو غادي تكملت هو نشد حتى من ناحيه الاقتصاد هذه اللي يعاوني مانس صح ازو غادي تتخصص بالعمله الصعبه هادي قمنا تاكيد داني تخصص يعني سي عملتنا تاكيد ديك نعاون بالنسبه للطالب
شو التقريب باختصار؟ يبها من تسقس تجي من المدرسة يعني إلى أن تعزم ديس اللغات من نبدأت 2017 يبها 2017 توت مناوي عاون يساهم يعني عاونا غيري معايا يوك نوردين يعقوب الله يبارك غيري يوك تعموت رصم سلقرارا الله يبارك إلا غاس يمارض غنتاغ مدرسة اللغات القرارا الله يبارك رباط يحفظ يبد معانا غيسان تغلبني الشراء يعني نوض رفض رب العالمين سبحانه وتعالى ثم قاعد يتوتوا لأن بدنا معنا باش كنا نتجاون أو المدرسة يبها يعطيك الصحة وكانوا في غنزوغ لبعض من الصور أنت علقت غفسنا أستاذ يحيى ومن بعد ندول لأن بدأت وش كان بعض الصور المخرج يعني مش بعض الصور يعني علق غفسنا أستاذ يحيى أي تفضل يلا أني وش لبعض من الصور لابين خطر كانت سير به مدنة أيوة سديح يا داني ماني داني المركز الثقافي الحاج معروف رباط الرحم بابا غربي أيوة توني المناسبة دبتة نغطوني في إطار كشافة أكيد توني في إطار كشافة أيوة. الحق ولا بذكرى يغلب لا في التبعد بالسي المهم داني ما تتلك ديك الكلمة نغاو السنة أيوة هاتوني كيف كيف داني تلك شتي القائدنا الفرقة النحاسية القائد الفرقة النحاسية داني كنت مشاركة النغ قلنا برامج حول البيئة يتوجه إليزي أيوة عطيك الصحة أي الله يبارك لك بس أيوة تفضل لها سامي زيدنا فرصة أيوة داني داني في مهرجان مشاركتنا في مهرجان عالمي بإيطاليا بإيطاليا 2013 يعطيك الصحة ده بس نبيج الأرشيف ياك أيوة ده وني ديك البروجي جيت معي إن أسوسياسيون سباريز باسم أكسيون إكسبريسيون باش كنكون الشباب في عدة مشالات المسرح المجموعة الصوتية الكلون يعني أنشطة الشباب أيوة ممتاز يعطيك الصحة أون الأرشيف وأشكر غوشي عاونا نغديس على كل حال إنه قاعد ستاروات شو الله يبارك الله يبارك باش يحفظ شكر عمر بعليد دحمو سبعة توت وسي عاونا على كل حال بطني يحفظ إن شاء الله خصغا شيني تفتح دي قلبة بمارو نون زيارات وغل الخارج يعني زوير العيد الدول يعني كزيارة إما في إطار ليكول نغ ما شاء الله بعض الدول نغ في إطار كشافة مثلا نغ جمعية بلا دونك الحمد لله باب سي فواياج يعني عده عده يعني دول زوري طنط ساعات يعني زياره خاصه ساعات باسم الجمعيه باسم الكشافه الحمد لله ماني زوي كاع كشافه اذا من دونك ولا زوي غير مالوك ديما كبغي كنشري نشي كنشري كشافه باش يعطيك الصحه هوني دليل وفاء هوني يعطيك الصحه باش ياخذ المنظومه خاطر ماشي تني تربى باش تكون شخصيتك يعني يعني ممكن خصادين يغنيو الحكمه تيني غنش وسان توف خضر في النغلش يعني وكل وجهك شافه اد يمكن استاذ يحيى بورس اللي تكوني ادي جور المجالات بلا الحياه يعني وكل وجهك شافه اكيد اكيد خاطر بكل صراحه خاطر غير شتي استاذ يحيى يغلب نجيو نغدو يوف غداوير تافغ من اللي النشاط الجمعي الجمعوي ديك الشيء يرني يغلب يرني يغلب يسقلص الشخصيه يعني يغلب كاع من شغل عاده في كل مجال سواء يقيم عزام من غير كل مجال بلا ديما التفدين كشافين شيني تكوني الشخصيه وكذا واحد تنصح داني الاولياء تهتم من الكشافه صح خصني نقنشرا ماشي شنو طور تمزور تسعوده اي الكشفيه تتعاش ولا توصف دونك نشوف الترغم اطفلي سين يلزم تتفك الشافه مليح بصح ماذا بيا توجه اطفلي اللي ادري قبل الميول سلمى لا يزوا اتوجه دونك من بين التوجيهات اللي كغتوجهها السيناريو يبها التتفت في الحركه الكشفيه يغلب الحمد لله سوء اطارات على المستوى الوطني الحمد لله قاعد تنتفد من خريجي المدرسه الكشفيه بدات خنوزه نرقب مثلا حتى العمق البعد من المدرسه الكشفيه نرقب مثلا في دول متقدمه لندرس انت طرق الكشفيه دونك ديك الشيء المهم يغلب الى كاد نصحو سي ستروانا الى نخرط في الكشافه غرس بتدبين غرس بتدلم يبها يعطيك الصحه ذكري بعض الدول اصلا زوين خاطر نفخص لي فواياج تني لي مثلا بعض الدول دونك دول اللي ندير مثلا اوروبا مثلا فرنسا مثلا المانيا سويسرا اسبانيا ايطاليا مثلا دي صد دول العربيه مثلا تونس ليبيا دبي
الله يبارك يعطيك الصحة. هاي الكاع يعني الدول مشيتني زولا ديما ولاد سافروا كيف كيف تكون شخصيته ديال العلاقات تكون طبعا يغلبني تشرا وشان بتا البرامج نغمنشي تكون يعني سعزمنو من اللغات بتا غرم البرامج التكوينات. هل التكوينات مثلا غير جاج ملاح مثلا ليكول مثلا كذا نغرم برامج صغار نغمنشي تجيم غرم عده برامج تفضل لو كانت السيرو مثلا ادبدي مثلا اني لندلمد اللغات مثلا تكون اديني مثلا ايوه اتجد تعزب حسب المستويات الاوروبيه مثلا برومي نيفو دوزيام نيفو في كل اللغات حتى تفورمي دي مانج ديس نادي نجو النادي خاطر نوفو اعزام بلا لا براتيك جا سي كل معنى صح نكري دي النادي نسمى يس نادي اللغات اللي كان بدا يمارو اللغه الفرنسيه اللغه الانجليزيه باش كتنعمم ان شاء الله اللغه تنتن مثلا سنيتني تمديت ديس مثلا كل واسي يتقن اللغه الفرنسيه ديس يشارك مثلا هو النادي وبالمجان لجميع الفئات وبالمجان خاطر ماشي نبات اعزم لش لا براتيك دونك وتكونيك نتيجه تبعها. بات الشروط النادي وسد ديس حد اديت في النادي وديس هل دي الشروط مثلا انه اللي يستعمل لك اللغه بلا غير لغه النيه باش هكا اوبليجي اللي ما غير لغه النيه مثلا انني مثلا الفرنسيه مثلا نسيو غير الفرنسيه مثلا مليح ولو يغلط ولو كذا معليش معليش لا المعلم يدينا الصحه انا الا واش يتمكن راسي الصحه المهم معليش خاطر بات بدات تحشم ذات تلمذ اللغه وتلمذ اللغه صح إذا ما تسخروش هذا إذا ما طرزات عندهم خاطر أبزان سيدي لولو ولدي لولو سعودي ودنو ودنلو سعودي سيدي ما نغنى سوا اللغة صح دونك نبدا نطرز نسخرويش نلمد أي لغة تقدر تسوى المراحل دونك من بين النصيحة والحشم سي هو الرز معليش نورمال دي كونتراكتي أليز أسوا تسخروش هذا شتعال الشيء الأستاذ سلمات صح أنتو الحياة كذلك اللغة الإنجليزية الخميسة مديت كيف كيف كذلك غرنا نتنظم رحلات لغوية لكن انا نعود الطبعه السادسه الى تونس نعم ان شاء الله بتكتور بالعالمين لو 27 ديسمبر الى غرنا غنديبار كان رزم التسجيلات لكل الطلبه نجوكت الفئه المستهدفه 16 عام لوجنا على الاقل الفئه تون جماعه الليسي جماعه الطلبه الجامعيين ديك الفرصه الى اثناء الرحله يتحدث احدى اللغتين الفرنسيه والانجليزيه دونك معنا المعلمين طبعا كذلك دينا ديس عده زيارات كذلك انتشاس فرصه للاحتكاك مع واسي يتقن اللغات مثلا دينا ديني مثلا يسوى اللغات هذه السيول المعسن خاطر يبات تسل اللغه مثلا سبب ان حد الى يتقن اين اللغه تني سواء الفرنسيه ولا الانجليزيه خاصه ديني ماشي يعني الهدف هي رحله لغويه وفي نفس الوقت هي رحله ثقافيه واستكشافية يعني دي سيغلب نتشرى إلى أتني البد من خلال الرحلة تني بتاج الشروط باش حدد دي سيجليمانس مثلا دوكا ماشي زمان عاد غير سجل المستوى مثلا معين باش كادي يشارك في الرحلات اللغوية تيني نون على الأقل على غير مثلا نيني برومي نيفو دو نيفو مثلا في الفرنسية ولا في الإنجليزية ولي تهم يتقنك سي اللغتين سواء الفرنسية ولا الأنجلي إيه دونك ماشي نغ اين رحلتني الى غسيغل بتدير قب بتدير مد بتدير حتك مع مدا كيف هي توطيد العلاقات مع احد ولا ضل يسيغل بني نشرى يغلب بني نشرى يعني نختن يعني قصدك بتدير لي زوبجيكتيف بتدير الاهداف التجيم تنسى تجميك الرحل تنتوني هل دي صغير برك جانب اللغات نغلس مشيتني هذه المد يغلب بني نشرى مثلا يعني حتى الفكر من السياحات هذا مثلا الجانب اللغوي مثلا الجانب اللغوي مثلا دونك 96 الحشم تني معين الجروب اللي تزوج معي الجروب مثلا بون السام زوال بس كاع حشمص بعضاهم يا السن فايت السن فاتت السن بعضاهم يا عاد سوا ندير كونتراكت يا لازم مع بعضاهم كذا دوك استوت سين حشمتني تغرس العقد مثلا عود الصنغي في عود كذا استوت سي استوت هذه عادي سوا ليا دونك ديجا هذه حسين سيماس باللي سي فري تغرسك العقد توت سين العقد تني دونك تا كتزتي هذه من اللغه من خلال الاحتكاك معي قال حد يقوى حد يضعف حد متوسط هذه حساب اللي هذه تجلمني هذه عاد ولا انت تتمنى هذه عاد تيقوى مثلا اللغه تني دونك عده عوامل تعاونت الاحتكاك معي قال حد ولادي لان يتقن اللغه مثلا وجارس مثلا كيعاوني تشراي واجل مثلا لان هذيك من هذه السيري يمارس هذه قوي يمارس اللغه وجار يعني بدا كي غاس مثلا دو نيفو هذه ولا شي لحمه كار بدا تكمل لحمه تروازيام نيفو باغ اكزومبل دونك توني من ناحيه اللغات من ناحيه مثلا تزود مثلا الجربه دي سيغ الميبسيون الحقيقيه اثناء اثناء جورديني مثلا السياحه يعني السياحه مثلا ما ردناش نرقل بعض نتصور بعض نتصور مليح اي حتى السفر ريمانس ثقافه السفر سالي سافر غادي سافر لبعض نيتشات نلمد نسافر بغض النظر عن اللغات كثر طبعا ها
تلميذ صفر هادشي ما تجد مثلا البرنامج ماش تنظم الوقت ماش يعني طبعًا. يعني تتفليس بالاستكشاف يعني تتفليس بالرحلات باش كتنظم الرحله النظام اللي مهم ديس نظام ديس تربيه الشرق المثال مثلا حتى مثلا الحمد لله تأطير تحيي الاساتذه اللي تبدا معنا في كل مره نتاوي اساتذه تبدا معنا الشباب قاعد الشباب قاعد الشباب امس النبي ما شاء الله تعاون في تأطير ون باسمه معايا ونيد الجروبو كذلك ديس مثلا عده برامج انت جيت مع بعض مثلا نيشان مع بعضنا مثلا تزاد استجمعت مع بعضنا مثلا اعزام القران يعني والقرب اللي كزوا في رحله لغويه يا خلاص يا سي اوفرتي ولا كاع توارسمنت يعني ديس النظام وكذلك ديس الجانب الترفيهي حتى الجانب الترفيهي طبعا الى ديس مثلا سانزوا الصيف مثلا ديس مثلا اعومي مثلا ديس مثلا خرجات مثلا معايا من جزيره الى جزيره اخرى مثلا عن طريق الباخره مثلا يعني الجانب رحلات جورم عن طريق البر باروت يعني عن طريق البر انت من سي قاع حتى المد التحديات سي عبد المصفر يمكن تطوري مع الموقف خاصه باش كتزوي السال جربه تقريبا حوالي 100 كيلومتر دونك تقريبا 18 ساعه تسقط على دبري يعطيك الصحه سمير المخرج اللي يشوق انا خصو بعض التصاور وكانوا في الاخ سمير اعطينا بعض هذه الاولى يلا نبداو بهذه توني مثلا من 100 توني اكيد التواريخ القوه النشاط اللهم صل على النبي يغلب عاد تعقل التواريخ المهم داني دماني يعني على الاقل مشاني توني اكيد ممكن جزيره ممكن جبالك رزواي الى جزيره الاحلام تسمانات جزيره الاحلام نعيش داني البخيرات فوالا معليش يعني دا كان رقب يسول الحيوية تنطرونا الحمد لله يعني عجبت الحال لمدن اني يعجبي وجه الوطنية تنسن يعني الاعلام نسن لا بد نشت بجني ونسن تشمر تفتخر نص الوطن نسن تفتخر نص تمر نسن ديك المكسب ها البشر زيدنا صور يعطيك الصحة ايوه كيف داني ديك المجموعة داني مارينا ايه جو باسيل بابورن وليت شتيت لكيد امس الظهر داق الزول نسن يبين ياك سامني حتى المهم مع الشباب اللهم صل على النبي تخيل زيد تبين شاب مع سن يلاه يبان تفضل يا سامر زيدنا صور اخرى ايوه اي ديما يعني ديس الحيويه ديس كذا الشباب يتسجلن يعني كاع يعني تسند من كل المناطق مثلا الشباب يتسجلن حقيقه يعني نتحاول يعني ماذا بينا كاع يغرمنا تشاركن البرامج اللي نو إيه دونك مهمه جدا صدقوا مثلا دابا تقريبا هذه والقراءه يعني 100% تقريبا هذه 90 يعني 90% ديس المشاركه من عده يغرمان يشاركن معنا او باسم صاون البرامج صغار صغر داي سات مرور سات الجن سات مليشت يبها يعطيك الصحة خساديني غشرة داني يعني سؤال داني ماشي قرن عرضني ديت فماس هل تلاحظ دو السريحية الشباب عموما اللي قل اهتمام يرني بالنسبة للغات خاصة الانجلي تقييم تشتي يعني تاخيرته إلا يكون شراء أو يسوي قصدك الاهتمام هل إلا الاهتمام اللغة الإنجليزية اللي يرني المجتمع النغنغ إلا يرني يغلب يعني لأن يغلب ستجا مثلا الدليل مثلا مقارنة تغنم يدن تهتمان قاعس اللغة الفرنسية مليح وجار ومن بعد يمارو وفين باللي ماشي شنا هي وسيله للتواصل أيه. سواء مثلا وسيله الطالب يحتاجها مثلا للبحوث كذا نغوسي مثلا خدام كذا كذا المهم يعني اداه للتواصل دونك رقب مثلا اللغه الانجليزيه تتبي حصه الاساتذه يمارو حاليا يعطيك الصحه زدنا صور اخرى سمير باش خاطر غير يقن سؤال داني همي تخير مثلا تونس يعني همي روح معلي جاوب ماني وني داني الشباب نجربة اي كرمنا نغ قدرنا نقل البرنامج كرمنا نغ ساونا الهدية المتواضعة الله يبارك يعني دي تبادل الهدايا تكريمات جر كيف داني في اطار النشاط داني في عده انشطه خاطر من خلال يعني نسميس البرامج نسميس متعه وتعلم متعه وتعلم داني كيف ماني داني قدرنا البرامج توزع عندي الشهادات الله يبارك ما شاء الله داني ماني يا استاذ يحيى داني دائرة عزازكا ولاية تيزي وزو غير نيكول اللغة الديني الجمعة برنامج توأمة تقريبا كل يور ندزن مجموعة سنات يعني في جولة لغوية
غرنا الوغلان كذلك نشينا أصلاً زوا في رحلة لغوية وسياحية في نفس الوقت ما شاء الله غرسنا ديني يعطيك الصحة رقب يعني ولا التبادل جيران غداني تزاير مهم جدا يعني طبعاً طبعاً إيه تفضل سامر زيدنا صور أخرى ما شاء الله أيوة يعني الأساتذة هذا المؤثر سليمان الحاج ناصر سليمان الحاج ناصر باطي يحفظ تحية خاصة باطي يحفظ تحية خاصة بزين يعطيك الصحة شاب نشيط طموح ما شاء الله الله يبارك كيف كيف داني قاعد داني عزاز قاعدة تيزيوزو داني تيزيوزو سعيد الفادع باطي يحفظ التعاون أنا في التأثيرات كرام الشباب بعدون والله داني في الصورة نحيي الشوفر إبراهيم يعطي الصحة تمجرت يعطي الصحة ملين زوق عليه زوق معنا باطي يحفظ يعطيك الصحة داني نظن تونس داني الدهرة هامي تخير مني غاش تونس السنة طرح غاش سؤال هامي تخير بحكم القرب بحكم الحقيقة نخير تونس بحكم القرب بحكم دونك حتى مثلا ليجيستاتي لا تغلب مثلا يعني قضيه مثلا ليبيزا والاجراءات بسيت بنت الوقت يتعطلن تغلب حقيقه في التحضير يعني تجي البرامج هذه جورن ربا شحفظ توقع مسكن وعطلت كذا يكمل سجل ديك البرامج الامنيه ماذا بيا كاع واش يشارك في البرامج هذه يشارك صح صح مثلا سجل مثلا الى دوله اوروبيه تجي فيزا مثلا اي نقص اي نقص ثلاثه انا اربعه اي البرنامج يتهز يا صامت يعني خاطر كاع ميدي يشارك لي لك حرمه يقنع شي امنيتنا كاع واش يشارك يشارك الاغلبيه يعطيك الصحه زيدنا صور اخرى تفضلوا صور اخرى باش يعلق عليهم الاستاذ ايوه داني داني حصه اذاعيه ايلي سافام جربه دونك ديما سانزوا نتج يعني نتعرف على البرنامج لنا ميمين زوا غادي نيبات هذا الهدف كذا فوالا تفضل لا حسن زيدنا صور ديما تحافظوا في اللباس تحافظوا في اللباس الاصيل تحافظوا في الـ في الـ في الدرابو الوطني ايه كمل صور اخرى سمير ديفار يعني متنوعه الشيء اللي كاين ايه ني غاش تكتشف مديني استاذ يحيى مثلا ساعات تجمعون الرحلات وياك تكتشف من بعض الطاقات ولا شتي مثلا قبل ما تزون يعني مسحمي مديني تكتشف سواء لغات سواء يعني طبعا دونك ساتزود غادي نقراش الاحتكاك مع حد ولا ديكوفري يغلب من الشراء خاطر ماشي ديما بلا مساعدات تجيك البرنامج ياك ديما كاعني المجهودات يتجو دي عافرني يتجو هادي حسام الزا يقدم 1% زدت دونك لا خص تدي غلط دونك اتحوس واحد فايت سنباي لا فايت ثلاثه باي لا فايت اربعه باي لا من خلاله ولي احتكاك الاخرين مثلا التعرف غبس مثلا اتعد تنقيد تبيد فوالا هموني يعطيك الصحه لا نقد عن التصاور على كل حال توني مسليكول يعني توني مسليكول نادي شنيق نادي هاي اللي بها هاي اللي جاتو لي هاي اللي تكتشف ماشي شنيق تكتشف يعني البعض فوالا داني جوله سياحيه جوله سياحيه الى سبسب ايه هاي هذا سبسب يعني ايه تفضل ايوه داني لي سيجو لينغويستيك يعني مخيم لغوي لغوي كان معاه ركب لي طون داني فوالا حياه الخلاء تبحث خمس ايه يبها سيجور لينغويستيك يعني اللغه ميم تو تيشيك المتعات امودي صغارا نار المخيم تشغل لي يعني غاجس الروح الكشفيه يعني الناس ولا حد خاطر شافهم صح حد يحسها ربا شح يعني هذا السيون غير لونغني سي ايه داني زياره مكتبه الشيخ الباروني كان معمي الزين عطيه الصحه ايه جربه هاي صح ارقب يعني دي سولات الثقافة دي البعد من التواصل جيران غدا ايه يعني هي كلها صور يعني كلها صور كاع عن لي جروب الله يبارك الحر فوالا تجر سبس الحق الله يبارك ايوا تينو داني دورات كونيه في فن الخطابه باللغات الاجنبيه اللغه الانجليزيه روعه يعني حتى مهارات يعني حتى مهارات خاطي غادي يعزم غير الحروف دون المهارات هاموني روعه داني العبارات والله الحقيقه ندول لهذا فيك يعني خصها ونجهد لك انت جيم نحيد خضيف نادر شبشوبه الا معاهم دين اللي يقدر ربي يحفظ نظن سليمان حاج ناصر بتو اللي غلط ايه الله يبارك نظن زيدنا صور اخرى سمير مش عارف لا ممكن ايه كيف كيف كلها رحلات لغويه كلها رحلات سواء تكون انت يعني محليا نغ وطنيا خارج الوطن الله يبارك يعطيك الصحه باش يحفظ ماشي تنيد قاعد شرايو اول نتلاكم الحمد لله تشرف واد مزاب اغلان تشرف ما تيجن تشرف من وطن الجزائر خاطر تلاكم تشمك صوره من الشباب الجزائري مثقف تلاكم تاو معاهم سلوكات حضاريه يعني ماشي تنيد السياحه المسؤوله معناها الشباب نقصد زون الديني
أدلمدن منشأ تعاملن تيمدينين ميدن سر عاد دين يا كموني دحتار من قاعد جنشار في زعلو كتمدين تنغ يعني حد زولي يقوم شان شينين جاونا جزائريين كده في المستوى نضافوا ومتربيين ومنظمين وكده جنشار في زعلو كتمور تنغ صح. ها يبا باش يعطيك الصحة قاع والنشاط والبضيق قبل غفش يعني تشارك منتو شنو يغلب من الشهادات الشرفية ممكن المخرجان يوش بعض الشهادات الشرفية يعني لأن نتعلق تونيشات مشاركة الجمعية الوطنية الجزائر لخدمة وتنمية المجتمع تلاكيد رئيس المكتب الولائي حالياً الجمعية الوطنية توني الجمعية حاليا بطيت نش الجمعية في أي مجال توني جمعية خيرية تربوية ثقافية في نفس الوقت تهتم وخاصة بالشباب توني انشأت يعني مؤخرا تجد على المستوى الوطني الهدف النغ يعني من قدماء يعني القادة الكشفيين نفو كل جنسجنا غرسك تجربة في الحياة دونك ربادي طول العمر لكان قدع نقصنا ونغيس أنتود دونيت بصح يبها يغلب كل جنسجنا غرسك تلخي بارت غرسك تجربة هاتي بارتاجها مع الله جناس وبعد أختي ولا يقدع لي يجدي كتار ولا يعطيك السحر بشح زيدنا شاهدة أخرى توني انكشافة توني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دي سمعك الشافة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإنمائي إيه البنود أيوة دورة تكوينية دورة تكوينية في من المجال تو إدارة السجون مع القيادة العامة مع البنود فوالا إيه؟ توني توج يعني باسم معايا مسؤولين مراكز إدماج الأحداث والشباب تغريك تجربة طبزانت حوالي 7 سنين خدمة في المؤسسة العقابية الهدف هنا تسويبا ليجان الشباب الى نغلطن من الناحيه القانونيه تخلصن العقوبه تنسن ومن الناحيه الاخرى تبريباراتن توجدن باش كتفغن اندمج الحياه العاديه في المجتمع يبقى بارك الله فيك تفضل زيدنا صور اخرى الى كاين سمير تاع شهادات اخرى الى ما كانش نخرجهم انا وما عندي هنا شهادات الله يبارك قلنا ايه ممتاز ايوه توني نظن ديكت وني ماراثون ديدين وني ايه ماراثون ديدين ماراثون البرنامج الواحد ايه وني ديكنا ماراثون ديدين تبرمج يعني تعرضت لثاني مره ايه كل مره تبرمج تعرضت تقريبا نعاون في تاطير او الماراثون ايه ما شاء الله كذلك شهادات اخرى تجيم حسين غداني العاصم تباب حسن حسين تجيم كذا توني ديك المقال يتواري غفوم نظن سليمان حاج الناصر في الاختتام برنامج اللغه والثقافي لمدرسه النوم تغردي ديك الشهر وليد صحفي سليمان حاج الناصر الله تحفظ على الصحه تحيه خاصه انت سعيد فادع ابراهيم عبد الرحمن كاع الجماعه تيبدن معنا في تاثير او باسم الرحلات اللغويه خاطر ماشي شنيغ بنادم وحدس ويكفي ديما اللي يحتاج وتعاونا وتبدل معاس باش كتنجح البرامج. يعطيك الصحة. توني شهادتك كذلك من القيادة العامة لكشافة السامية الجزائرية. يعني لحظة غولات تواصلنا مع القيادة العامة مع النشاط على المستوى الوطني مهم جدا يعني والتقييم محصور فقط تغلان غيك نشاط مهم توني الله يحفظ أستاذ يحيى خصغ أقداد وشغ بعض النصائح يعني خصغ سلسة شنت وشد بعض النصائح السنة توني نفوج الوحدة معليش تنكملت بهذا كذلك شهادة نفوج الوحدة تجيمي قل عمل مع سن عمل مشترك إيه لا لفوج الوحدة نكشفها داني العالية يعني انتوت إيه انت زمنت المناسبته داني 2016 المخيم الربيعي التكويني التاسع ايوه 24 25 26 مارس 2016 ايه يعطيك الصحه المهم كاع الانشطه ربادي قبل الغبش ابدا اني غقدا ابدا ماذا بيا نبدا اللي قلنا بالتغط نصح الشباب سريحية عموما غير الشباب مجتمع ما شاء الله خدامين ناشطين تلك الفئه الشباب والسنغ أم بالتالي يرقب بسي مستقبل غامض نغولي تجي تيق تيمانس ها بتغا تنصح الشباب النغداني بون نصيحة لك أدو شغي الشباب خصاصيني وضيع الوقت إيه؟ وضيع الوقت لكان لكان بسمس لكان يعني لكان كتل الوقت إلى بكل شيء الحمد لله متوفر
دونك من خلال الانخراط في الجمعويات نشوف سيفغ باش ماشي الجمعيات تزويد مسحشيني هو تج الفراغات في يعني وتقيمة أصغر أدفك الجمعية تحاولت يعني أتبرز دي سلمة وهيبتش والقاري كتل فكرة تابزانت بلك كتل قبت دي فكرة تابزانت الشد زعلك دي الولدي قل المشروع دونك أنتو النصيحة تلك تقدم غير الشباب وفي نفس الوقت تقدم النصيحة تقعي ويسي إلي وشنصر بالعالمين يقل نشرع يبهاغ أي نشرعين ولتقيمي غرس وشنصر بعملي قل نشرع تكون ديما نشت المدد حاول تبارتاج داون الخير ومع يقل حد ولا خاطر الحياة كلها أخذ وعطاء وقيمة الإنسان في قيمة العطاء قد ولي تحسي دي الساعد ستعد تقدم الخدمة للآخرين أنت وقتين عاد تحسي دي الساعد يعطيك الصحة يبها بارك الله فيك أول شيء مهم خسد السنغ بتا المشاريع اللي كم تجمي المستقبل إن شاء الله المجال إنه سعزم اللغات خاصة ممكن يا لونجليا اللغات بلا بتا كم تجمي نختم المستوض إن شاء الله المستقبل دونك من بين اللغات اللي كان نسعى ان شاء الله اللي كان نحقق ماشي شنو غزيتنا على التركيه كذا اللغه الصينيه نفوت تلمون الطلبه لان تكمل عزم من صنف السن دونك حتى جني غلب تكوني مثلا في اللغه الصينيه وليد زو مثلا ديال دي مثلا لو برومي نيفو مثلا في السن دير بحثي ديال داني مثلا نو دو نيفو اتني جدانيه باش تزو غادي السن هاد زو مثلا تسجل مثلا في الجامعه ديال التخصص ديالك تي ولد ديال الوقت توني ان شاء الله كان نتغارديس عن قريب ان شاء الله تحقق ربا دي ساهل يبها هل يعني غروم بعض العروض من البرامج تكوين اللغات مثلا مجانيه في بعض الدول اللي يمكن شي خطر الاكيد لا غير من العلاقات مع السفارات داني مثلا تبي مدون لي زوفر نغلي لي زوفر او فرص يعني الشباب يعني هل غير من بعض العروض في هذا المجال غيرنا عروضات مثلا واسي قصدي كملت مثلا الدراسات مثلا من ناحيه اللغه مثلا في ماليزيا مثلا واسي مثلا اللغه الصينيه مثلا في الصين واسي اللغه التركيه مثلا في تركيا مثلا توني مثلا انبد معاس يعني من بدايه الى النهايه سواء دي فورماسيون مثلا نيور نيضان سواء نتروموا سواء نسوكاس كل حد كل طالب على حسب الاني لا يحتاج اين لغه هاي بس حال هذيك غادي نصحو دي سوجار ماشي شنو على الاقل المستوى الاول المستوى الثاني حاولت انت تجداني تزاير مادام الا غنى الخير ديال تزاير صح نبروفيتا نبروفيتا يبات زو غادي تكمل داني لا شغل شي دانية صح باش كون تضيع الوقت هل غير مثلا اساليب جديد تعليم اللغات اساليب جديده مثلا خاطي الاساليب التقليديه مثلا كذا هل تستعمل من الاساليب سواء لي كوليمنس نغ لي فواياج التجين دونك عندنا شنو يعني نشين البرنامج كله نبازا سيكل نشرا نسمى يسمو تعا وتعلم يبها تحس الطالب ديس غديني وهو مثلا ليكول والطابلة والكرسي من خلال عدة برامج من خلال الرحلات من خلال المخيمات قعوني بسنون رني ناس هذه تحسها ما زي كونتراكتي تحسها ما صالز ولديك الطريقة يعني تختلف ولا ربما مثلا صن بعض المدارس انتين لان بعض المدارس مثلا دينيغ مثلا نفس الطريقة مثلا اماشي في يعني في المدرسة اسعى وديني انتاني لان في المدرسة دي قل مكسبية كسبتي ديا حاولي استودي قنشرة بلا دونك والقراني اللي في المدرسه واللي يحتاج غرس والقراني اللي كيتوي داز واللي يحتاج غرس دونك يبادي عاد يقل شراء عمل مكمل للعمل وداد نعم يعطيك الصحه مهم جدا رباش يحفظ نصائحك كاع بها انت استاذ يحيى نظن تلاقي شهاده بلا قل شراء بلا سمير تنعرض هني على القفص في النهايه استاذ يحيى ممكن قلت له نظن شهاده مشاركه قل شراء في هذا المجال اخ سمير اني مدويه الصقدع توني بنت المناسبه ايوه وهني مشاركة في مهرجان عالمي للشباب بإيطاليا تشارك دي عدة دول توجه هاي. في كل سنة دونك ما هو الهدف دونك الهدف ترفيهي وتكويني في نفس الوقت يعني الشاب سازو غديني ادي برزيس الموهبتس الميولس زيادة على كل هذا مثلا الاحتكاك مثلا مع احد ولا ظن ادي السيول اي لغه يتقنها ديال في الفرصه ديال السيول ذا وحده تبراتيك هذا واحد يبها يعطيك الصحه استاذ يحيى شني بارك الله فيك رباش يحفظ فون تقيميت فون معلومات فون يعني المسير تنتو شي النصائح الجهود ديالك كيما تجيم ان شاء الله كل حد ادي المد بالسي استجوم من اي جانب يعني سواء اللغات نغدي كنو عزام نغدي قلت المهارات نغي عزم اي شرب لا ادي عاد الرز ان شاء الله يشو من رحمتي الوالدين ان شاء الله اولا مجرو غنتي نتو سريحيا ماشي قارن شنج حرديس يعني بالتقصد ديك الرساله نغي كنشرا تفضل بون اولا مجرو تقريبا عاود غا ولا مزوار الحمد لله رب العالمين على كل صح. هذه النعم خاطر ديك النعم طبعا اشكر الوالدين كي غلب سنين 4 باطني يرحم
ربنا يرحم ان شاء الله. يرحم كاع المسلمين ان شاء الله. كذلك شكر وتحيه لكل وسي يعني عافر كوني سواء من الاساتذه سواء من القاده الكشفيين، وكذلك من متلمذي تشاركي بدنا معايا في تحقيق هذه البرامج، خاطر الانسان يعني بمفرده ولتاود قعاوني الشرايو لابد من نعاون معاه لابد معاه في الخفاء. اذكر على سبيل المثال سليمان الحاج الناصر، الفادع ابراهيم، عبد الرحمن، نور الدين يعقوب، تعمو ترصوم، يعني قعاوني نو تقريبا اي يسمع حتى احد كيخطيط قاع ساهم معايا عاون معايا في تحقيق هذه البرامج. تنمرت ربي يشرفك. يعطيك الصحه استاذ يحيى، وانا نشينا نطلب ربي ان شاء ربي يوفق. وان كان يعني خطي الغرابه نغد السر انه الاستاذ يحيى براسه اللي تجيك تشلي تم قرانت كاع والمجال وخاصه المجال الكشافه، لانه طبعا اسم بوراس ديك الاسم مرتبط الكشافة الاسلاميه الجزائريه، لانه الشهيد محمد بوراس اللي اسس الكشافه، وبالتالي بالتبع اسم كاع يحيى بوراس، واللي خصنا نستغرب لانه يتم اسم من بنات، لكن تبين تطفي ان شاء الله. نطلب كاع وسيله التعافى من ربي يحفظ يوفق ان شاء الله. استاذ يحيى نتمنى يكون لنا قابله ان شاء الله، يتم يسمعك وتغير يكون لنا قابله او من ناوي حد بليا اني استخف تجربه ست من دورتس تنفوس ان شاء الله. النبي يستطفي بسلامه. يعطيك الصحة أستاذ يحيى.